بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحن بصدد شرح مقرر التحكم الآلي Automatic Control، ونحن في الشابتر الثالث Performance of Feedback Control System، وهنا سنتحدث على First Order System. First Order System Introduction. نقول The First Order System has only one pole. CS over RS equal to K تقسيم TS plus 1. يعني إذا بالنسبة للفيرست أوردر سيستم، يعني ممكن أن نعطيه في هذا الشكل، عندي input R of S و output C of S. شكل النظام الفيرست أوردر سيستم أو the general form of the first order system تكون في شكل إيش؟ في شكل K تقسيم TS plus 1. يعني هذا هو الشكل العام. نقول أنه the first order system has only one pole. ما معنى has only one pole؟ يعني أنه جذور المقام تساوي يعني واحد بس، جذر واحد. إيش معنى one pole؟ يعني لو نسوي TS plus 1 equal to 0 معناته أنه TS equal to minus 1، يعني أنه S في الحالة هذه equal to minus 1 على T، يعني عندي جذر واحد نسميه one pole. جذور المقام نسميهم poles. في الفيرست أوردر سيستم عندي جذر بس ونقول عندي وان بول. هنا في الجنرال فورم عندي الكي في الفيرست أوردر سيستم وعندي الكابيتال تي. كي is the DC gain سميه، and T is the time constant. عندي الكي والتي، هذم أهم يعني عناصر في الفيرست أوردر سيستم، وسنرى لاحقا كيف يمكننا أن نحتسب وكيف يمكننا أن يعني how to calculate and how to find K and T. Time constant is measure of how quick a first order system respond to unit step input. يعني بالنسبة للtime constant T هذا، يعني هو بكل بساطة هو الوقت الذي يحتاجه النظام كي يستجيب عندما تكون الانبوت من نوع اليونت ستيب. بكل بساطة يعني عندك هذا الفيرست اوردر سيستم، الانبوت يكون من نوع اليونت ستيب، والتايم ريسبونس تكون في هذا الشكل. يعني التايم تي هو الوقت الذي يحتاجه النظام to reach the final value، هذا نسميه التايم كونستنت. وسنرى كيف يعني نتعلم آليات احتساب التايم كونستنت. DC gain of the system is ratio between the input signal and the steady state value of the output. The first order system, here we have an example, first order system given below, G of S equal to 10 على 3 S زائد 1. نذكر بالجنرال فورم of the first order system، قلنا أنه يكون يعني G S هو الأوتبوت C على R، تكون في شكل الK على TS زائد 1. وهنا يعني في هذا الإكزامبل عندي الفيرست أوردر سيستم المعطي هو على شكل الجنرال فورم، وهنا يعني بكل بساطة بالنسبة للعشرة هي تمثل الكي، وبالنسبة للثلاثة تمثل التي. Another example, if we give for example a first order system like this, G of S equal to 3 على S زائد 5. أول خطوة ننجزها هنا أنه نحول الفيرست اوردر سيستم المعطي على شكل الجنرال فورم، وهنا يعني الثلاثة على S زائد 5 يعني ننجزها أو نعطيها في شكل K على TS زائد 1. وهنا بكل بساطة يعني نلاحظ أنه في المقام عندي S زائد 5، لو أطلع 5 يعني as a common factor تصبح إيش؟ يعني عندي 3 على S زائد 5، بكل بساطة هي 3 على، ومن تحت يعني نجيب 5 common factor تبقى لي S 1 على 5 S sorry plus 1، وبالتالي يعني هي 3 تقسيم 5 في البسط على 1 على 5 S زائد 1. وبالتالي الكي هي بمثابة 3 على 5 في هذه الحالة، والتايم كونستنت هو بمثابة 1 على 5. Thank you very much for your attention.